النوع الثالث من التعامل تعامل الرجل مع زوجته. الله جل وعلا أوجب على الرجل مثل ما أوجب على المرأة، فقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وجعل الله جل وعلا حق الرجل مقدما، ولكن جعل للمرأة من الحق كما للرجل من الحق. وقد قال جل وعلا في هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجات كثيرا، فمن الناس من يتزوج ولا يعلم أو لا يتعلم أحكام معاشرة الزوجة، كيف يخاطبها، كيف يطلب منها، ما الواجب الذي يجب على الزوجة أن تؤديه، إنما يعاملها بمحض هواه، يعاملها بحسب رغباته وتارة بحسب رجولته وبحسب قوته، ولا يأتي بما يجب عليه شرعا، لا يتعلم أحكام الشرع في مسائل العشرة والتعامل مع الزوجات. وما أحسن قول ابن عباس رضي الله عنهما على هذه الآية حينما قال في قوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال: إني لا أحب أن أستنطف كل حق امرأتي عليه، خشية أن إني لا أحب أن أستنطف كل حقي على امرأتي حتى لا يجب لها مثل الذي وجب عليها. وأيضا كان يأمر بالتزين، تزين الرجل لزوجته، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كان الرجل يطلب من زوجته أن تتزين له وأن تقطع الروائح الكريهة وأن تكون معه بالحسنى، فكذلك هو يجب عليه أن يعاملها بما أوجب الله جل وعلا. انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته حين طالبنه بالنفقة، قال لهما عليه الصلاة والسلام قولا حسنا طيبا: اعتزل نساءه مدة حتى حكم الله جل وعلا في ذلك، وأنزل في ذلك آيات من سورة الأحزاب. إن تعامل الرجل مع زوجته كثير من الأحيان يكون على وفق الهوى وعلى وفق رغبات الرجال، رغبات الرجولة، ولكن من الناس من يحرص على أن يكون تعامله مع أهله على وفق المقتضى الشرعي، وهذا هو الذي يجب وهو الذي أحببنا الإشارة إليه، لأن هذا النوع من التعامل مما يفقده الكثير. في طرف آخر تعامل مع الزوجات، ظن آخرون أن الحسنى مع الزوجات وأن التعامل بالحسنى أن يترك للمرأة الحبل على الغارب، وأن كل ما أرادت المرأة نفذه دون نظر هل هذا الذي طلبت منه مما يجوز أو مما لا يجوز، مما لها الحق فيه أو مما ليس لها الحق فيه، هل هو مما يصلحها أو مما لا يصلحها، هل لها في ذلك مصلحة أم لا، ويتساهل في ذلك حتى صار النساء يتصرفن وكأنهن رجال. لا شك أنها صورتان متناقضتان، صورة الذي يقصو والصورة الثانية الذي يترك للمرأة الحبل على الغارب وكأن المرأة صارت هي الرجل. وجماع ذلك بل ميزانه وضابطه أن يسعى المرء في أن يكون مع زوجه على وفق مقتضى الشرع، والله جل وعلا أمر للنساء بالحق وكذلك أمر للرجال بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه في حياته أن أوصى بالنساء، وكان في خطبته في يوم عرفة في خطبته العظيمة التي ودع فيها الناس أنه أوصى بالنساء وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، ولكن هذا لا يعني أن يترك لها الأمر كما تريد، ولا يعني أن يكون المرء في أمر الله جل وعلا متساهلا، بل يكون على وفق مراد الله جل وعلا. إن الرجل يطلب من المرأة أشياء، ولكن تعامله مع زوجته ينبغي أن يكون على وفق ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إني لا أحب أن أستنطف كل حقي على امرأتي حتى لا يجب لها مثل ما طلبته منها من الحق، أو كما قال رضي الله عنهما. تعامل الزوجة في جهة أخرى مع زوجها، الله جل وعلا جعل الرجل له على المرأة درجة فقال: وللرجال عليهن درجة. والله جل وعلا فضل الرجل فيما أنفق
وفضل الرجل بما جعل فيه من الخصائص فهو صاحب القوامة في الإنفاق وهو صاحب القوامة في الأمر والنهي. والمرأة الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج في طاعة الله، أن تطيعه في المعروف وألا تعصيه، وألا تدخل بيته من يكره، وألا تخرج من بيته إلا وقد رضي. والمرأة إذا حفظت حقوق الزوج عليها فإنها تكون قد أدت فرضها. وقد جاء في الحديث الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. ولا شك أن طاعة المرأة لزوجها فرض، والمرأة يجب عليها أن تكون في تعاملها مع زوجها مطيعة راضية، وأن تكون هي المتنازلة، هي التي تخضع، وألا تجعل الرجل هو الذي يخضع لها وهو الذي يذل، لأن في فعل ذلك مفاسد. ومن تحدث من القضاة عن مسائل طاعة المرأة طاعة الزوج لزوجته وما حصل من تسلط بعض النساء على الأزواج كان نهايتها أن المرأة لم تقتنع بزوجها الذي أطاعها والذي عمل معها ما عمل من أنواع التعاملات الطيبة، ولكن جعلته يطيع في كل ما تشتهي، فكانت العاقبة أن كرهته، لأن المرأة بطبيعتها تحتاج إلى من يقوم عليها، وإذا قام الرجل عليها وأدبها وسعى معها بما أمر الله جل وعلا فإن العاقبة لهما جميعاً.